بدأت خطوات التصنيع ازاي بخبراتك؟ يعني احكي لنا كده خبراتك ازاي قدرت بخمسين راس انك تبدأ تصنيع منتجات ألبان 14 منتج؟ فكرة انتاج اللبن جوه المزرعة دي فكرة ممتازة جدا. بتاخد لبن ممتاز معلوف على ايدك، فاهم اللبن بتاعك مساره عامل ازاي. تمام. وبناء عليه انا فضلت اصنع جبنة دمياط الخزين واتجهت لجبنة الموزاريلا. ده كله تصنيع لبن جاموسي، البونت عندي 7% بروتين عالي، بالتالي هاخد جودة عالية في الانتاج. تمام. بفرز اللبن عندي بنته عالي ما شاء الله، بستفاد منه في الدهن بتاعي، بطلع منه قشطه، بطلع منه الزبده. بتطلع نسبه الدهن قد ايه؟ انت عندك مثلا 20 30 بقره اللي بتحلب والباقي عشار مثلا. تمام. فبتطلع نسبه الدهن تغطي لك كل التصنيع ده؟ لا طبعا، بضطر ان انا اجيب لبن، اجمع لبن من بره مزارع. عندي مركز تجميع هنا حوالي طن بجمعه في اليوم، بيغطي معاك كميه الانتاج بتاعتي. منتجاتنا ايه؟ احكي لي عن منتجاتنا. عندي جبنه دمياطي خزين كلها من البان الجاموس، كله لبن جاموس صافي. تمام. بخيره طبعا، بالبونت بتاعه كامل، البونت 7% دهن او عندي 7.5%. بنتج موزاريلا طبيعي بردك من اللبن الجاموس الصافي. عندي انتاج القريش، اتجهت لانتاج الجبن الطري الابيض ده نبات الدهن. طبعا بدخل فيه نسبه لبن فرزي معايا ونسبه قشطه من الدهن. اتجهت بالنسبه عندي دلوقتي بدخل منتج الصلصه، ان شاء الله منتج صلصه جديد. عندي انتاج سمنه بقري، طبعا بجمع لبن بقري من بره مزارع. عندي مركز تجميع برضك هنا بقري. عندي جهاز ايكو ميلك بحلل بيه اللبن. لو في نسبه 1/10 ميه غش بيترفض اللبن ده كله. طبعا الجهاز عندي بيحلل بروتين، بيحلل دهن الشش، القاش، نسبه القاش عندي، نسبه كميه الميه عندي دي، والبنت في اللبن قد ايه. بالمناسبه المهندس عاشور محمد اتخرج في كليه الزراعه جامعه عين شمس قسم التكنولوجيا الاغذيه سنة 1998، يعني متخصص تصنيع، واشتغل في أكبر شركاتنا الوطنية واكتسب خبرات كبيرة في التصنيع في مقدمتها شركات عبور لاند وبريجو. خط زي ده كلفك كام؟ اللي هو زي بتاع السمنة ده؟ خط السمنة ده كلفني بحدود 300,000. بحدود 300,000 جنيه. 300,000 جنيه. ده إنتاج محلي ولا مستعمل؟ لا، إنتاج محلي. تمام. مكنة التغليف دي مكنة صيني جاء من برة. طبعا البرنتر الختامه دي الماني، شركه ريا الماني. الخط كامل ما شاء الله. تمام. يعني ايه تاني اللي انت بتفكر تصنعه وتجيب معدات تانية هنا داخل المصنع؟ خط انتاج عصير كامل، ده احنا بندرس دلوقتي فيه ونحاول نوفر ثمنه عشان نبدا نجيب الخط بتاعنا ونشتغل فيه ان شاء الله. ده هيبقى خط برضو مستورد ولا خط مصري؟ لا، خط مستورد صيني. خط ده ليه ما بتفكرش في المصري؟ ما تفكر في الصناعه الوطنيه. يعني امكانياتنا على قدنا، صح؟ على قدنا امكانياتنا. يبقى نفكر في الصناعه الوطنيه وننميها معانا. والله في شركه معانا بردك متواجده معانا بيدرس الموضوع وبيحاول يوفر لنا الخط وبيصنع معانا الخط. تمام. ان شاء الله احنا هنشتغل.